جدا اجتماعي، فتلاقي كان في نسبة البطالة مرتفعة جدا، لأن مستوى البلد ما كانش فيه لا فيه نظافة ولا فيه إعاشة ولا فيه ولا فيه ارتفاع أسعار، كان في حاجات مش كويسة. مع إن السويس كانت منطقة تعتبر من أحسن المناطق في التصنيع وفيها مقومات إن أنت ممكن فإزاي إن أنت عندك هذه المقومات والناس عندك بالنسبة للبطالة، ومينا وبلد كل يوم فيها أكثر من مينا وأكثر من مينا زي ما حضرتك بتقول أكثر من مينا يعني ومينا السخنة دي كمان يعني تعتبر الأدبية والأدبية ومينا السخنة متعاملت في الفترة الأخيرة عملت برضو نوع من الروام فالبلد تحس يعني الحاجات دي طب لمين طب فين يعني الناس اللي في البلد طب نص او 90% من شباب السويس مش شغالين فعملت نوع من الثورة الرقم ده مغالي شوية والله زي ما بقول لحضرتك حقيقة 90% لا انا يعني اصلا هي يمكن حل مشكلة البطالة على مستوى الجمهورية بس لانه طبعا السويس يعني كله عارف بعضه فهتبقى بالنسبة لا انا بقول لحضرتك هذا الرقم لسبب يعني ليه بقى لان كان في فترة من الفترات كان النسبة دي تقول 40% مثلا يعني كانت لا شيء لكن ابتدت في الفترة الأخرانية ابتدت الناس تيجي من الهجره الداخليه فعشان بقول لحضرتك هذا الرقم من محافظات طيب استاذ عاطف يعني حضرتك عشت سنوات الحرب كلها حتى النصر وحضرتك في الاصل فنان استشعرت ايه بقى مع ثوره 25 يناير هل حسيت ان ده عبور جديد هل حسيت ان ده اللي كنتوا عايزينه يوم ما عبرتوا الى الضفه الثانيه بالظبط زي ما حضرتك بتقولي فعلا يعني حضرتك فادي فعلا كلمه جميله جدا ده عبور جديد فعلا عبور فعلا ان انت يعني احنا اول مره نشم ريحه حريه النهارده زي ما بقول لحضرتك احنا النهارده بنتكلم في منتهى الحريه كروس يقدر قبل كده بيتكلم يعني انا كذا مره كنا بنيجي نسجل هنا في حدود في خطوط حمراء انت النهارده بتتكلمي وكلنا بنتكلم ونقول اللي احنا عايزينه النهارده بس نعبر التعبير الصح يعني المفروض ان احنا انا ليا مطالب بس اعبر التعبير الصح اللي بيؤخذ علينا فعلا زي ما حضرتك بتقولي في عبور جديد فاحنا مش عايزين نضيع العبور الجميل ده مش عايزين نضيع معناه احنا عملنا ثوره عملنا ثوره حلوه وبندور لان الايام اللي فاتت لا يمكن هترجع تاني استحاله وان النهارده البلد بتتاسس النهارده احنا بنعمل نظام جديد البلد بتبني ببنى جديد الجيش واقف ما فيش بعد كده المفروض ان احنا نساعد الجيش في عندنا حكومه في مشاكل كلنا عارفين ان في مشاكل بس برضه نستنى ونصبر على حد ما واحده واحده لان الدنيا كلها مش هتتعمل في يوم واحد فهو ده احنا حضرتك الاحداث الاخرانيه اللي حصلت يمكن حضرتك عامل بعض اللوحات شوف حضرتك في واحده من ورا واحده من قدام الاخيره ممكن ناخدها فعلا باحداث يوم اخر احداث زي ما حضرتك بتقول زي ما الاستاذ محمد قال كده ان فعلا الفنان بيتفاعل مع كل الاحداث اللي بتقابل البلد طب ارن اللوحه انت يا استاذ انا عامل هنا الاحداث الاخرانيه انا عامل ارض مصر حضرتك وادي النيل عامل الصليب والهلال محطوطين مسمارين في, 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 في ارض مصر والرمزيه بتاعت الست المسلمه والقديسه المسيحيه دي شايله المصحف ودي شايله الصليب وان احنا اولاد احنا كلنا مصريين حته المسيحي وحته المسلم دي احنا كلنا مصريين طيب ومعانا الخلفيه برضو برضو شوف طفل هنا صغير برضو طفل ملامحه مصريه اصيله وزعلان يعني برضو يعني هو وبيلعن احنا عايزين ندي الفتنه دي احنا مش عايزين ندي فرصه للناس بس انا عايز اقول حاجه معلش هي مش فتنه هي مش فتنه محاوله للفتنه كانت محاوله كمان ولكن لان احنا نسيج واحد ما حدش ما نفعتش فعلا زي ما حضرتك مش هتبقى ان شاء الله تمام يا فندم ربنا ان شاء الله حامي مصر وحامي شعب مصر تمام يا فندم وبعدين حضرتك لو شفنا في حضرتك بنتكلم على الحرب شوف اللي كان معانا كم اللي عمل اللي اخترع الطلمبات بتاع الساتر الترابي مهندس مسيحي طبعا. اللي كان المسيحي والمسلم كانوا بيحاربوا مع بعض احنا بنحارب بلد فاحنا ما نديش فرصه للناس زي ما حضرتك بتقول ان هم نديله فرصه ان احنا يعملوا فتنه ما حدش هيقدر يعمل فتنه بيننا وبين بعض شايف بكره شكله ايه؟
والله انا محتار يا استاذ محمد، يعني انا شايف ان بكره احنا عايزين نوع من التفكير وعايزين نغير العقليه. احنا بنبني في كل حاجه، احنا عايزين نغير بقى العقليه بتاعتنا، عايزين عقليه الثوره بقى. يعني حضرتك لو شفت احنا بعد الثوره قعدنا فتره قد ايه، قعدنا اكتر من شهرين او ثلاث شهور من غير حكومه، من غير ما كان شفناش حد، ما شفناش حد بيتخانق مع حد، ما شفناش حد بيستلم، ما شفناش حد بيرفع اسعار، ما شفناش اللخبطه اللي احنا بنشوفها دي. ايه اللي حصل النهارده مش عارف. احنا المفروض بقى نرجع ونحس الثوره، ما نهدش الثوره اللي احنا العالم كله النهارده بيدرس الثوره بتاعتنا. ليه احنا نهدها؟ احنا عايزين فكر صح، نحط ايدينا في ايدين بعض، نسيب الدولة تبني صح. في عندنا فترة انتخابات جاية، نشوف الانتخابات ديت نبني البلد واحدة واحدة، بحيث ان احنا في الاخر نبص لمصر بكرة صح ان شاء الله. طيب ناخد بقية الصور اللي مع حضرتك او الرسومات دي برضه كاريكاتير عن 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 بره السويس. احنا بنقول حافظوا على نظافة السويس بتاع صفائح الزبالة، فاحنا منظفين حتى في خوذه بتاعت جندي اسرائيلي منظفين البلد بيها كمان، يعني يعني ما حدش يخش واحدة تاني. وهنا بقى واحدة تانية، هنا بقى واخد علقة جامدة هو بقى، ويقول يعني مش هعمل كده تاني. و يعني ده السنين قاسي جدا ان هو مش هيفكر بيه تاني. ودي عن السويس بقى مقبرة الغزالي ومكتوب فيها قصيدة، دي كانت نزلت في برنامج الأخبار. دي صورة مين؟ كابتن غزالي. من السويس مقبرة. أستاذنا وربنا يديله الصحة. يعني بهذه الرسومات احنا بنختم لقائنا مع حضرتك استاذ عاطف سالم. حضرتك شرفتنا، شرف لينا ان احنا نقعد مع بطل من ابطال حرب اكتوبر، ونتمنى دايما ان انت تمتعنا بمزيد من اعمالك الفنيه الجميله. الاعمال دي ليها جلسه كل هذه البطولات يا استاذ عاطف. هو في فنم يعني بالمناسبه في يوم 23 ان شاء الله في احتفالات عيد السويس القومي، في معرض كبير جدا جدا عامل على 24 اكتوبر والثوره، وعمل فيه حاجه جديده اللي هي حضرتك عارف القصيده اللي هي دع سمائي في السماء محرقه، دع قناتي في المياه محرقه، واحذر الارض في ارض صاعقه، هذه ارضي انا وابي راح هنا وابي قام لنا مزقوا اعدائك. ربنا ينصر مصر ان شاء الله. مشكوره جدا يا استاذ عاطف، نتمنى لك الصحه ومزيد من العطاء. شكرا. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه واول النهار. لا نمس والموت للمعتدين.